مرحبا أصدقائي شباب وبنات، أتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما المجموعين بأحباكم وأعزاكم. وياكم أحمد من قناة 100، رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة الحرامي بوبا الجزء الأول، سلسلة قفشات بوبية. والقفشة اليوم يا شباب هي مقارنة بين بوب المحترف وبوب النينجا والسوبر بوب. أني صراحة جدا متحمس لهذا الموضوع، وقلت أول ما نجربها خلينا نجربها فصل السجن. أوكي يا شباب، فخلينا ندخل فصل السجن وخلينا ندخل المرحلة الأولى ونشوف بوب المحترف شو راح يسوي بهالمرحلة. أوكي طبعا شباب، قبل ندخل المرحلة أني يعني راح أحط توقيت. أوكي فأني صراحة أثناء التسجيل ما راح أعرف من اللي فاز، بس يعني نلعب نهاية اللعبة برا ما أكمل مونتاج راح أقول لكم من اللي فاز. أوكي يلا ندخل المرحلة الأولى ونشوف بوب المحترف شو راح يسوي بهالمرحلة. يلا إجا بوب المحترف إلى هذه المرحلة، خلنا نستكشف المرحلة. أوكي المرحلة بيها ثلاثة شرطة لابسين شفقات. أوكي فقط والكنز في نهاية الغرفة و وباب الخروج من الجهة الثانية. أوكي بوب المحترف أكيد عنده خطة إلى هذه المرحلة، والخطة تكمن كالآتي. أوكي يطلع من ناية مباشرة ويتوجه من ناية يأخذ هاي الشغلة. أوكي هنا ماكو شيء. أوكي ينتظر هذا الشرطي يجي من ناية يطلع. أوكي راح يتوجه منه، هذا يتوجه منه فهو يدخل من ناية ويجي هنا يأخذ ذني الشغلات. أوكي أوكي هذا راح يندار من ناية، فلازم أختل هنا الختلة الطبيعية. أوكي يتوجه منه بوب المحترف ويأخذ ذني الشغلات كلهن، يعني كلهن يأخذ هاي الشغلة ويتوجه إلى باب الخروج. وبهيك قدر بوب المحترف بأنه يخلص المرحلة الأولى من فصل السجن وحصل 3 نجمات وممتاز. عفية عليك يا بوب المحترف. صراحة الشباب ما بتعود انه اقارن بين بوب المحترف بوب النينجا وسوبر بوب، دائما مقارنة تصير بين بوب النوب وبوب المحترف. اوكي شباب، فهسه خلي نشوف بوب النينجا ايش راح يسوي بهاي المرحلة، بس قبل خلينا نبدل يعني. اوكي يلا اجا بوب النينجا الى المرحلة الاولى من فصل السجن. بوب النينجا اكيد عنده خطة لهاي المرحلة، وخطة تكمن كالاتي، بانه يطلع من ناية. اوكي ويتوجه منه بما انه هو سايلنت. اوكي فيتوجه منه وياخذ ذني الشغلات كلهن، يعني كلهن، ويتوجه منه ياخذ هاي الشغلة ويتوجه من ناية ويتوجه من ناية. شباب سايلنت ويتوجه منه ويتوجه الى باب الخروج. وبهيك قدر بوب النينجا بانه يخلص المرحلة الاولى من فصل السجن وحصل رائع، لا ممتاز، رقم قياس جديد. والله عافية عليك يا بوب النينجا. شباب دائما بوب النينجا هو يحطم الأرقام القياسية لأنه سايلنت، لأنه صوته ما مسموع. والله تفاجئت. أوكي شباب هسه خلينا نشوف سوبر بوب شو حيسوي بهالمرحلة. يلا اجى سوبر بوب الى هذه المرحله. سوبر بوب اكيد ما عنده خطه لهذه المرحله لان هو سوبر، فينتظرهم لما يطلعون كلهم ويدخلون كلهم. اوكي هو يتوجه من نايه ويستخدم هاي القدره مالته الخارقه بالانتقال وياخذ ان شغلات كلهن، يعني كلهن. شبكه بكا 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 ينتظر هذا من نايه. انا صراحه شباب ما اعرف من اللي راح يفوز، بس اتوقع السوبر بوب هو راح يفوز. اوكي يا شباب، اوكي هذا راح يطلع منا وراح يتوجه من نايه، فاحنا عندنا شغلتين، بقت شغله هنا وشغله هنا. تعرفون السوبر بوب يعني ما يقدر يتوجه اكثر من هيك لان هو مو سايلنت، فلازم ينتظر الشغلات كلهن، يعني كلهن، قصدي الشرطه كلهم، يعني كلهم. اوكي ويتوجه من نايه. اوكي وياخذ الشغلات كلهن وانطلق. اوكي شباب ويتوجه الى باب الخروج. وبهيك قدر السوبر بوب انه يخلص المرحله الاولى بفصل السجن وحصل 3 نجمات. اوكي وممتاز، عفية عليك يا سوبر بوب. اوكي شباب. قلت لكم شباب احط لكم النتيجه في يعني هنا راح احط لكم اياها بالنسبه من فاز، بعدين احط النتيجه النهائيه بالنسبه للمراحل. ما اعرف ايش قد راح نلعب صراحه شباب، بس خلينا نشوف. اوكي شباب هسه خلينا نتوجه للمرحله الثانيه. اوكي اصدقائي وصلنا للمرحله الثانيه، خلينا ندخل ونشوف بوب المحترف ايش راح يسوي بهالمرحله. يلا
اجى بوب المحترف الى هذه المرحله. بوب المحترف اكيد عنده خطه لهذه المرحله، لكن لازم نستكشف المرحله شباب هاي السلسله. اوكي المرحله عباره عن الشرطه اللي لابس شفقه، الشرطه اللي لابس شفقه، وبيث بدلتي جديده على 3-1 من عندهم، يعني قاعد بنفس الغرفه اللي بيها الكنز. اوكي وقفلوا مفتاح، خلينا ندخل ونشوف بوب المحترف شو حيسوي بهالمرحله. يلا اوكي بوب المحترف اول شيء ياخذ هاي الشغله منه وينتظر هذا الشرطي اللي لابس شفقه. يلا يا شرطي يا لابس شفقه، يتوجه منه فهو يطلع منه ياخذ هاي الشغله منه ويقتل القتله الشهيره. اوكي ينتظر هذا الشرطي اللي لابس شفقه يجي منه فيطلع ويتمشى وراه ويتوجه منه، لازم يتمشى على كيفه منه ويتوجه منه. اوكي وينتظر هذا الشرطي اللي ملابس شفقه، يلا يا شرطي. اوكي يتوجه منه على كيفه، كله لازم على كيفه، ويتوجه منه الى الكنز وبدلته الجديده وينتظر الشرطي اللي ملابس شفقه. اوكي ويتوجه منه ويتوجه منه ويجي منه ويتوجه، لا 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 لان هذا راسا راح يشوفني. اوكي اوكي ينتظر هذا الشرطي اللي ملابس شفقه فيتوجه منه ويتوجه الى باب الخروج. بهيك قدر بوب المحترف بانه يخلص المرحله الثانيه من فصل السجن وحصل 3 نجمات، وممتاز عفية عليك يا بوب المحترف. اوكي شباب هاي بوب المحترف المرحلة عليه سهلة، لكن خلينا نشوف بوب النينجا شو حيسوي بهالمرحلة. يلا اجى بوب النينجا الى هذه المرحلة. بوب النينجا اكيد عنده خطة واكيد هو سايلنت، فيتوجه مباشرة منا ياخذ هاي الشغلة ويتوجه مباشرة منا ياخذ هاي الشغلة منا حتى لو شفت انت عادي، ويجي منا ويجي منا ياخذ هاي الشغلة منا ويجي منا ويجي مناي ويجي مناي ويجي مناي ويجي مناي لين هو سايلنت، ويجي منا ياخذ لي الشغلات وينتظر هذا الشرطي اللي ملابس شفقه. اوكي يتوجه بدا ياخذ هاي الشغله ويتوجه مباشره الى باب الخوج. بهيك قدر باب النينجا بانه يخلص المرحله الثانيه من فصل السجن وحصل 3 نجمات، وممتاز ورقم قياس جديد. عفية عليك يا باب النينجا، عفية عليك يا باب النينجا. طبعا شباب انا قاعد العبها، اعتقد هاي قاعد العبها قبل بوب المعلم. اوكي فلا تحسبوها علي لما تشوفون السلسله ما بوب معلم، لان ما اتوقع راح يقدر يحط الرقم القياسي بوب معلم، لان هذا بوب النينجا كارثه كارثه مو طبيعيه مو طبيعيه. اوكي شباب هسه خلينا نشوف بوب السوبر بوب شو راح يسوي بهالمرحله. اوكي اجى السوبر بوب الى المرحله الثانيه من فصل السجن. سوبر بوب اكيد ما عنده خطه. اوكي فيتوجه مناي وينتظر الشرطي اللي ملابس شفقه. اوكي لابس شفقه شنو؟ لابس شفقه وشنو عباله طياره. اوكي يقتل الختله الشهيره. اوكي شفتوا الحرم بدلتي الجديده شلون عباله سوبر بوب عباله طياره. اوكي يطلع مناي يتمشى وراه يتمشى وراه ويجي مناي. اوكي ياخذ هاي الشغله مناي ويتوجه منه ويتوجه منه ياخذ هاي الشغله منه يلا و و و و ويتوجه منه. اوكي ما حسبي كل الزين. اوكي ياخذ هاي الشغله منه وينتظر هذا الشرطي اللي ملابس شفقه. اوكي يلا ارجع 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 هسه يجي منه. اوكي ياخذ هني الشغلات منه وينطلق منه ما حسبي. اوكي شباب اوكي 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 يتمشى وراه وينطلق منه ما حسبي والى باب الخروج. بهيك قدر السوبر بوب انه يخلص المرحله الثانيه من فصل السجن وحصل 3 نجمات، ممتاز عفية عليك يا سوبر بوب، عفية عليك يا سوبر بوب. اوكي اصدقائي شباب وبنات على مود لا تطول الحلقه، راح نكتفي بمرحلتين لانه شباب يعني 3 مقارنات عندنا، فاكيد اني هسه راح اطلع لكم النتائج وطلعت لكم النتائج مال المرحله الاولى، وهسه راح تطلع لكم النتائج مال المرحله الثانيه. فانتوا ايضا كتبوا لي رايكم بالتعليقات ومن عجبكم اكثر شيء، يعني البوب المحترف لو بوب النينجا لو السوبر بوب. اوكي واذا عجبتكم هذا النوع من القفشات البوبيه فكتبوا لي ايضا على مود استمر بيها. اوكي اصدقائي فلهنا وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى تكون عجبتكم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وشاركوا المقطع بين اصدقائكم، ونشوفكم بخير بالحلقة الجاية. كان وياكم احمد من قناة 100، مع السلامة احبائي.